من ضمن الأسئلة، أنا خريج بكالوريوس سياحة وفنادق قسم دراسات فندقية، درست المحاسبة. أنا بس خليني أحط ده هنا علشان الشمس ما تكونش ضاربة بهذا الشكل. طيب أنا مع حضراتكم، درست محاسبة، هل ينفع أعمل دبلومة في المحاسبة عشان أشتغل محاسب؟ أنا وجهة نظري إن ده مش هيكون متاح. ممكن تعمل دبلومة في المحاسبة، هيكون متاح، ممكن يقول لك إنك تكون خريج تجارة في بعض الجامعات، وفي بعض الجامعات التانية تقول لك ماشي أدخل عادي، ولكن حتى لو دخلت هل هتجد شغل؟ الإجابة في الغالب لا. ليه؟ لأنه أغلب الأماكن بتشترط إنك تكون حاصل على بكالوريوس قسم محاسبه، فده حاجه اساسيه لازم انها تكون في السي في بتاع حضرتك او حضرتك، بخلاف ده مش بيكون متاح. انا مش عاوز، في ناس تقول لك لا انا اعرف مكتب، ما اعرفش لو مكتب اوضتين وصاله عادي ممكن يشغل ابنه اللي عنده اعداديه، فعادي ما عنديش مشكله، ولكن انا بتكلم في اغلب الاماكن لا، بتشترط ان حضرتك تكون خريج الاساسي بتاعك هو محاسبه. مفيش داعي للاحباط، حتى لو درست بعض المبادئ في الكليه مش معنى كده انك حاصل على او تستطيع انك تدرس او تشتغل في مجال المحاسبه، فنضع ده في الحسبان وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله.